السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ طبعا احنا عندنا في الوقت ده من كل سنة بيبقى فيه كمية طيارات رهيبة، البلد كلها بتطير، طيارات الكبير والصغير، يعني بتبقى ايه حاجة زي عادة كده متورثينها احنا من زمان. فاحنا ان شاء الله قررنا نعمل لكم الطيارة من الالف للياء، والفيديو متقسم جزئين، جزء ازاي تعمل الطيارة وجزء احنا من طيار الطيارة. يا رب الفيديو يعجبكم، بس بالله لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لنا لايك وتدعمونا بالاشتراك لحبيبنا. خليكم معانا شباب، ان شاء الله فيلم كويس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يا رب كل سنه وانتم طيبين، والله يسعد صباحكم لو عندكم صباح ويسعد مساكم لو عندكم مساء. احنا عندنا عاده يا جماعه كده، عندنا يعني العاده دي انا ورثها من ابويا الله يرحمه ويحسن اليه، موضوع اللي هي الطياره الورق. طبعا العيال دي بقى لهم كذا فتره كده عايزين طياره، فقالوا لجدتهم وراحت جدتهم اتدخلت في الموضوع فامرتني نعمل لهم الطياره. تفاصيل الطياره انا موجوده عندك في الفيديو لو حابب تتفرج عليها بعد ده. احنا جينا هنا في المصنع اللي احنا بنشتغله فيه ده بتاع عيال خالتي وانا اللي بنديره، وهنبدا ان شاء الله ايه نطيره الطياره. يلا بينا يا ماريا. يلا بينا. يلا يا اولاد. ايه اللي عايز العدل ابو يحيى؟ ارجع ابو، ايوه ارجع بقى لورا. تعالى يا يحيى، سيب ده خالص يا يحيى. يحيى ارجع ورا على طول. ابدا هنا يا اوعى. ايوه كده، ايوه كده، شد شد يا عم، شد يا بابا. هات التليفون ده. تعب وسين، سيب يلا الخيط خالص يلا. تعب وسين، صور انت. لا كمل سيب يا سامي، سيب وشد لها. اي شد بقى يلا سامي، عايز انتش فاعومها بالهواء. شد عومها، عومها بالهواء، عومها بالهواء. هو جالك هي كده، عوم بالهواء. هو جالك عوم بس. هو بيجلي. سيبها لو سيبها بنت، سيبها بنت من الارض، محدش يلمس الخيط ده. يلا شوف روح اليمين اهو يا سامي. هي كده، هي كده، خليها تنعنش. نعنش يا سامح، نعنش. ايوه نعنش، نعنش. ايوه نعنش كده. الطيارة مش باينة في الكاميرا. لا مش لا، ترى صوت الفيحة في الكاميرا صوت. والله أنا عبيالة. معاكم أبو يحيى طير الطيارة هو. لا سيبها سيبها خالص. لا اعمل لايك يلا يلا، اعملها بيت لايك يا بيت ولا طيارة يا شباب. ايوه ايوه اهي اهي اهي. يلا يا اولاد. ايوه ابو وسيم، هات عليها ابو وسيم، هات عليها ابو وسيم. ولا لايك يالا. الباحه طبعا الجندي المجهول هو اللي صور الطياره وهي بتطير. يا باحه. ايوه باشا، كل سنه طيب يا باحه. ماشي ماشي. بيقول لك سيب الخيط اللي فيه. اهو سيبته كده بقى، احنا بنلم الطياره اهي يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، ودي نهايه الفيديو. تنساش بقى لو عجبك الفيديو ان شاء الله تعمل لنا اشتراك عندنا وتدوس لايك. الحمد لله على السلامة. تعالي تعالي، استنى بقى كده. يلا بينا يلا 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 يلا. لا تغيرنا. استنى يلا، رمضان كريم. استنى يلا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول يا عم قول.
ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ النهارده هنعملوا طيارة بالخشب وبالخيط وبالاكياس. إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا. العيال دي عايزين طيارة. جبنا لهم الخشب، الخشب ده جبناه منين يا ولاد؟ من عمو أمين النظري. عم أمين النظري لغيات الإيه؟ ده لغيات الحمام، صح؟ اعملوا لايك واشتركوا في القناه. ايوه وفعلوا زر الجرس. امين النظله اهو يا جماعه، خدنا منه الخشب بتاع الطياره. الف الف شكر يا عم امين، وربنا يجازيك خير يا رب. احلى غيات حمام في الدنيا كلها. طبعا المعلم محمد جعوان صبي حبيبي، عم محمد حريف صيد، عم احمد الباشا، اوعى الباشا عنك. احلى شغله يا جماعه في غيات الحمام. اللي عايز اي حاجه من عند امين ان شاء الله هنسيبه رابط القناه بتاعته ويتواصل معاه. طبعا يا جماعه بعد ما جبنا دول ثلاث خشبات جبناهم من عند مين؟ عم امين النظري. ثلاث خشبات دول يا جماعه في حاجه اسمها ميزان الطياره. ميزان الطياره بناخد كل خشبه بنوزنها. كل خشبه بنعمل فيها ايه؟ بنوزنها بالخيط. ازاي بقى؟ بصوا بقى يا جماعه، نروح عاملينها كده؟ لا 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 مش كده، بناخد ده من هنا كده. ايوه. وبعدين ده لحد هنا كده. ده كده ايه؟ الخيط كله. ومنين جايب ديت؟ حطيتها كده. ده كده بقى نص الايه؟ نص العصاية. بنيجي رابط ايه؟ رابطة هنا في نص العصاية. ايوه رابطة العصاية. بص يا جماعة. بص يا جماعة. خدت ده كده في الايه؟ في النص كده، بحيث ان الطول من المسافة من هنا تكون نفس المسافة لايه؟ لهنا. بنعمل الثلاث خشبات بنفس المنظر ده، وبعد كده خليكم معايا لسه هنكمل. بس يا جماعة كده ان شاء الله الثلاث خشبات عملت لهم ايه؟ ربطت لهم ثلاث خيطان كده من نصهم زي ما انتم شايفين. بنحط الثلاث خشبات على بعض، اخر واحدة بنسيبها زي ما هي كده. تمام؟ بناخد واحدة كده. واحدة كده. مش عارف مالها، أنا هقعد معاك يا بابا. طبعًا لازم التلات خشبات يكونوا قد بعض. بعد كده بنعمل إيه؟ مش معارك بعد كده. بنربط بعد كده. بنربط التلات خشبات دول مع بعض كده. بنفس الطريقة دي. عشان ما نلعب. أنت مركز يا باشا؟ إيه؟ ما مركز أيوه. طيب. وأنت لولو مركز؟ ايوه دول مركزه في ماما وبابا. وهنيجي فردين التلات ايه؟ التلات خشبات كده. تمام؟ جبت البطائره. نرجع نلفهم نجمد عليهم كده من النص. من هنا. ايوه. كده النص من هنا. ايوه. ايوه نجيب لك الاكياس من هنا. ايوه انا اللي درست. بعد يا جماعه ما جمدت كده على الثلاث خشبات بقت بنفس المنظر دي كده. بناخد من اخر حاجه. ايه يا ولاد؟ انا عايزه امسكه في ايده ومش راضي. ماشي طب اصبري شويه. طب بنلف دي كده. هناخد دور وانت خد دور. وبنيجي عامل ايه؟ كده حاجه اسمها خيه كدابه. كده بنيجي على اخر الفوز ده كده، بنيجي لافف كده لفتين تلاتة ونيجي ايه؟ رابط كده. دي اسمها خيه كدابه. الخيه الكدابه بتعمل كده يا جماعه. بص نجيب الخيط ده كده لفه كده كده ونيجي حاطه كده. تمام؟ بعد ما عملت كده بناخد ميزان تاني. نيجي بالخيط ده هنا على النص ده كده اهو. الخيط ده من اول هنا كده على النص. ونرجع نجمع ايه؟ بيه من هنا كده برضه نفس القصه على الخيه الايه؟ الكذابه. اخر خيه في الطياره اهي ان شاء الله برضه نفس الحكايه كده اهي على نفس المقاس. ناخد دي من هنا ونقيسها نص العصايه ونيجي راجع ايه؟ رابط اهو. دي اخر خيه في المقاس ان شاء الله. حسن نيجي بعد كده بنحدد الرسمة اللي انا هنعملها. ايه؟ تقول ايه؟ ايه؟ عايز الدبة؟ اعملوا ايه فيها؟
بنحدد بقى الرسمه. انا المره دي هنعمل رسمه ايه؟ مستطيل ان شاء الله. ما رسمه نيجي من هنا ده كده. بابا بص، بابا وانت هتعملها على شكل، على شكل قاعده يحيى وبيطفي من هنا. بيطفي من هنا عشان بيطفيش لما اروح، يعني بيطفي البتاع ده من هنا بيطفي. ده طياره كبيره السنه دي ان شاء الله. احنا كل سنه بنعمل لهم طياره، يعني كل سنه لما يجي العيد هنروح، يعني بابا بيعمل لي يعني طياره وياسين طياره وكده. ياسين الطياره الثانيه، الطياره القديمه وانا الطياره الجديده. كده هي بقت كده، دي نص ايه؟ طياره مستطيل اهو. مستطيل ده هنوريكم هنعمل فيه ايه دلوقتي، خليكم معانا. كده انا خلصت الطياره اهيت، ده ميزانها كده. المفروض بقى بعد كده الباقي ده قص ولزق. انا عندي كيس زي ده كده، يعني ايه، لقيته مكتوب عليه رمضان كريم. ده ان شاء الله هنخلي ناخد ال اهو رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. هنبدا كده الكيس ده، هناخده كده نصين، نص من هنا كده هنروحوا لازقينه بقى وكده باللزق. حاجه زي دي ممكن تنفعك كده. انا جبت اللزق السلوتيب حطيته بالمنظر ده كده، ومسكت الكيس كده من فوق وبنجيبه على الخيط مثلا. يعني حاجه زي دي ممكن تفيدك بالايه، في القص واللزق. او مسكت الخيط كده اهو وهننفخ كده، هو بيجي ايه، بيجي لازق لوحده. دي يعني ممكن ايه تفيدك في الموضوع ده. خليكم معانا ايه، هي كده اتلزقت اهي، لزقتها تمام. ده كيس تاني اهو جبته، ونطوله شويه من هنا، نيجي من هنا كده وبالخيط، ونيجي ايه، ونيجي رابط، ونيجي مكمل بايه، بسولتين. نعم يا فيلم حلو. ماشي يا حبيبي، فيلم ده عاجبك؟ اه ماشي يا حبيبي. انا ابويا الله يرحمه يحيى كان برضه كل سنه يعمل لي طياره. ماشي يا يحيى، تروح انت الطياره ولا هو اللي يطير؟ والله كنا بنطيره انا وهو، يعني وانت اللي مسكت الخشبه. ماشي خليكم معانا. كده يا جماعه بص، انا جهزت ايه الجزء ده، جهزنا يعني الاكياس، الاكياس قطعناها وعملنا باللزق اللي هو السلوتيب. في الطياره يعني احنا هنعمله الدل، فاضل لنا الدل وفاضل لنا اللي هنا وهنا نطيروه، وهنا وهنا، وبعدين فاضل لنا حتت بس صغنطوطه نحطها. هناخده هنا اسمر وهنا ايه، وهنا ابيض. يلا خليكم معانا بعد ما نخلص خالص. نيجي على فاضل لي اخر حته ديت بس اهي، عشان برضه تفهموا شغال ازاي. بنجيبها كده مثلا اهيت، ونحط عليها ايه لزق. ملك يا ابو الدبي ده، اي مكان كده عشوائي. وبنيجي نساوي بيها، يعني انا بنظبط القص ايه في الاخر مش في الاول. بس هي دي كانت جايه معايا كده ايه مظبوطه بالصدفه كده. تمام اه، دي كده مثلا اهي. وبنيجي في الايه، مكان العصايه، نيجي ايه عامل العقدة. يبقى في زيادات زي دي كده، نيجي واخدها ايه، نيجي ايه قصصها كده بالمقص. وبعد كده بنرجع نزود ايه لزق في المكان كله. واو دي كده ايه ان شاء الله الشكل النهائي بتاعنا. كل عام وانتم بخير.
الشمال، نيجي ماسك الخيط ده من هنا كده، واخد المقاس ده برضه، ومن هنا من النص هنيجي بقى في النص اهي، ومن هنا كده ونيجي اعمل ايه العقدة دي. هي عقدة واحدة. الصياد بقى يا جماعة شغلته العقد دي، تمام. لازم الخيط ده كده يبقى في النص كده، ده كده اسمه ميزان الطيارة. الطيارة دي متر وعشرة. اقف كده يالا، لا تعالى هنا، تعالى تعالى اقف كده، حط الطيارة دي قدام منك. سدها برضه. ماشي، خليكم معانا بقى، فاضل لنا الديل والبناديش ونطيروها ان شاء الله. وانا هنتصرف في البجن يعني، بنقص ونلزقها في الليل. خلصت. عملت ثلاثة؟ اه. وانت ثلاثات؟ اه. يا حبيبي يعني خمسة. ثلاثة بس يالا. بس كده. الديل بقى يا جماعة، بنقطع النايلون بالطريقة دي كده. ثلاثة كده، امسك كده يا لولو. خليكي ماسكاها ها. نيجي عامل حاجة اسمها برضه خاكة كدابة على الخيط. انت بتقطعها انا عارف. كده اهي. هتقطعهم. هات يا لولو. بت. بت قلت القطع. بت. يا لهوي. جماعة بوظوا الفيديو. ونيجي عاقد عليه. ونفضل بقى بنفس الطريقة ديت لحد ما نخلص الديل كله. تمام؟ خليكم معانا يا شباب. رمضان كريم يا شباب، السلام عليكم.